الحقيقية من مين؟ من عبد الله الدوسري. عبد الله الدوسري هو اللي عرقل في اللعبة الماضية. مهاجم السهلاوي مر السهلاوي وحصل على ضربة جزاء نتمنى الآن ناخذ مباراة في اللقاء على مستوى الدوري، ولديه ضربة جزاء بمتابعة ومراقبة، نظرات شرحيلي وسهلاوي هنا وهناك. سهلاوي حيحطها وحطها جول، حطها جول. الأمير ممدوح يصفق في هذه اللقطة لأنه حطها، حط الحارس الزاوية والكرة بزاوية. وهنا يبدو لي السيد فرناندو كروشن الأوروغواني ومواطنه هناك السيد جوردا سيلفا سعيد بالعودة وتقليص الفارق. شوف هو وضعها في زاوية وحط الكرة في زاوية، هو سبق سجل في لقاء الديربي على مستوى الدوري، ويعود الآن أيضا بالضربة جزاء للتسجيل، وهو هداف الفريق في المسابقة وهداف الفريق أيضا على مستوى البطولات الوطنية.